ونذهب الآن إلى زميلة ماري سالم محلل المالية في الشرق للأخبار. صباح الخير لك ماري، وعدنا بأن نقوم بفتح الأسواق معا. بدأت التعاملات في الأسواق الخليجية ما عدا الإمارات طبعا اليوم، كيف يبدو أداءها؟ بداية خلينا نحكي شوي على أداء السوق السعودي الذي يسجل ارتفاعات متواصلة يمكن منذ منتصف أكتوبر الماضي. صباح الخير سبا، ويعطيك الف عافيه. في عنا الامارات وفي عنا السوق الكويتي مغلقين اليوم، يعني بالكويت في عنا اجازه اليوم. هلا الملفت كان اكيد بالاسبوع الماضي والفتره الماضيه هو الاداء تبع السوق السعودي مثل ما انت ذكرت، وخاصه مؤخرا انه في عنا اطول سلسله ارتفاعات على الاطلاق كان عم بيسجلها السوق السعودي، رغم انه يمكن باخر جلسه كان في عنا شويه تراجع باحجام التداول، وانما هي بشكل عام الاداء عم بيكون مدعوم بزخم جدا قوي من قبل المستثمرين. هلا الفتره الماضيه كانت اغلب دعم من النتائج تبع الشركات يلي اعلنت عن البيانات تبعها، والابرز هو القطاع المصرفي. الارتفاعات اللي شفناها تقريبا بحدود ال 10% نمو بالارباح تبع القطاع المصرفي على اساس سنوي كان جدا داعم للسوق السعودي، وهذا الشيء بعده مستمر بهذه المرحله، خاصه انه في توقعات بين تثبيت الفائده وتخفيضها، هيدي كلها حتدعم البيانات تبع 2024. اللي عم نشوفه نحن حاليا بالسوق السعودي انه هو الإعلان اللي كان عم يصدر من قبل الشركات بعد ما صار بالزخم المتوقع. يعني جمعة الماضي سألتيني أي متى آخر مهلة، وآخر مهلة هي لآخر مارتش لإعلان النتائج تبع السنة الماضية، وبعدنا لهلأ نحن فقط عن 30 شركة من أصل تقريبا بحدود 191 شركة بالسوق السعودي تيعلنوا عن النتائج تبعها، وبعدنا ناطرين الباقيين لأنه في كثير من الشركات القيادية مرتقبة بين هذا الأسبوع والأسبوع الجاي. بعد الزخم مستمر وحنضلنا مستمرين، يعني نراقب هذا الأسبوع كيف حيكون، إذا حيكسر الوتيرة التصاعدية اللي كنا عم نشوفها الأسبوع الماضي ولا حيضل مستمر بالارتفاعات، وهذا الشيء نحن حنترقبه عند افتتاح الأسواق اليوم. أكيد ماري، واحدة من الشركات يلي أعلنت عن نتائج الكابلات يبدو بأنه في عندهم انكماش بالخسائر في هذه النتائج الأخيرة، 5.7 مليون ريال في فترة 3 أشهر اللي انتهت ب 30 يونيو 2023. يمكن بعد إذن الأخبار الإيجابية جزئيا لهذه الشركة. نرى أيضا ارتفاعات متتالية على السوق القطرية، من هم اللاعبون الرئيسيون الآن في هذه السوق وفي هذه الارتفاعات تحديدا؟ سبق نحن مؤخرا كنا عم نشوف تذبذبات وتقلبات قويه جدا بالسوق القطري، يعني اذا بنتذكر كنا نشوف ارتفاعات تليها تراجعات، يعني ما كان في هذا الاستقرار بالاتجاه تبع السوق القطري، ولكن مؤخرا رجعنا نشوف بعض الزخم من قبل المستثمرين المؤسساتيين والاجانب، خاصه انه اعلان فتره اعلان النتائج اقتربت من نهايتها يعني بالسوق القطري، وبعد في عنا بس بحدود ال 10 15 شركه ما اعلنوا عن النتائج تبعها. فبشكل عام المستثمرين فينا نقول امتصوا الأخبار اللي صدرت من قبل الشركات فيما يتعلق بالبيانات المالية، وبلشنا هلأ نشوف المرحلة التالية، يعني حتى بلشنا نشوف زخم من المستثمرين الأجانب، وهذا الشيء في له كذا عامل، يعني في مستثمرين بيعيدوا هيكلة استثماراتهم من بعد إعلان النتائج، في مستثمرين بيتهيأوا بهذه المرحلة للمراجعة تبع تطبيقات المراجعة تبع الـ MSCI اللي تم الإعلان عنها، وهي بتصير بآخر شهر 2 من هيدا السنة. فهلأ نحن بهذه المرحلة متوقعين انه نشوف بعض الزخم بالسوق القطري لانه فقدناها بالفتره السابقه، وهلا في عندنا المحفزات او المحركات اللي هي بتدعم هذا الشيء، ولكن بيبقى القلق واحد انه هل من بعد هذه التطبيقات تبع الـ MSCI حيستمر السوق بهيدا الزخم، حنستمر نشوف هذه التداولات القويه اللي ما اعتدنا ان نشوفها بالفتره السابقه او ما دعمت النتائج هذه الارتفاعات او هذه الاحجام التداول. بس بشكل عام النتائج والبيانات تبع القطاع المصرفي بالسوق القطري كانت كمان بشكل موازي يعني للارتفاعات يلي شفناها بالسوق السعودي او بالاسواق الخليجيه بشكل عام، وهي يلي عم تدعم هلا التحركات بشكل واضح بهذه الاسواق. السوق القطري الهيكليه تبعه شوي مختلفه عن بقيه الاسواق، يعني فيها كثير من التقلبات، فيها محلات انه ممكن المستثمر نفسيه المستثمر كثير تلعب دور. الاسواق العالميه يمكن بتاثر اكثر بالسوق القطري،
على نفسية المستثمر أكثر مما هي بالأسواق الخليجية الأخرى. فبهذه المرحلة التوقعات للفترة المقبلة تعتمد بشكل كتير كبير على الانفلوز اللي ممكن نشوفها من المستثمرين الأجانب، وحتى إذا في من نوع إدراجات أولية ممكن أن الشركات الخاصة تعلن عنها، أو حتى شركات شبه حكومية هي اللي حتخلق الزخم وتخلق الدعم بالفترات المقبلة أكثر من أي محرك تاني بالسوق القطري تحديداً. شكرا جزيلا لك ماري على سيرة قطر. يبدو بأن قطر أنرجي قامت بتسمية إحدى ناقلات الغاز الجديدة لديها الآن على اسم ريكس تيلرسون. طبعا ريكس تيلرسون كان هو وزير طاقة سابق في الولايات المتحدة، وهو يبقى رئيس شركة إكسون موبيل بنوع ما محاول الاعتراف بالدور الذي تلعبه هذه الشركة ولعبه ريكس تيلرسون تحديدا في قطاع الطاقة القطري. شكرا جزيلا لك.